يعني في الوقت اللي الناس دلوقتي مش لاقية تاكل والأسعار غليت والأجور تعبانة، ما بنفكرش في أولادنا بيعيشوا إزاي؟ إحنا مش آباء، لازم نفكر أولادنا بيعيشوا إزاي، بياكلوا بيشربوا ما بياكلوش ما بيعيشوش. لازم الحكاية، زمان كنا بندي الفقراء مبالغ معينة، أول ما الأسعار غليت شعرنا إن المبالغ اللي بنديها ما بقاش ليها قيمة، لازم نرفع قيمة ما نعطيه. في لجنة البر اللي بنعملها في القاهرة، وعلى الرغم من مسؤولياتي الكثيرة ومشغولياتي الأكثر، كل يوم خميس عندي لجنة بر، وإن كنت مسافر الخميس أعملها اليوم غيره. نقعد مع الحالة المدروسة بحيث يخرجوا كل ما يحتاجون إليه أخذوه. في ناس ساعات بيخدروا ضمائرهم بكشف للفقر، 30 جنيه 40 جنيه 50 جنيه، 30 جنيه دلوقتي ما بقاش ليها قيمة، و40 جنيه ما لهاش قيمة، و50 جنيه ما لهاش قيمة. والفقير لما تدي له الحاجات دي هتعمل له ايه؟ المهم تستوفي احتياجاته. استوفي احتياجاته.